طيب خليني ارجع مع حضرتك ايضا وما ذكرته يا دكتور، وانه هو القياده الامريكيه السابقه كانت بتحاول انها يعني خلينا نقول يعني زي ما حضرتك ذكرت انها تدفن القضيه الفلسطينيه، ولكن كان هناك دائما حرص من السيد الرئيس في كافه المحافل الدوليه على انه يولي اهميه ورعايه خاصه للقضيه الفلسطينيه، ويذكر مساله حل الدولتين حتى في وجود قياده سياسيه امريكيه يعني تتعارض رؤيها تماما مع حل القضيه الفلسطينيه، انه يتم ذكر القضيه الفلسطينيه مرارا وتكرارا في كافه المحافل الدوليه حتى مع هذه الرؤيه المختلفه. هذا الرد الفعل الايجابي على مدار السنوات واحياء القضيه الفلسطينيه مره اخرى. ده بيؤكد على الدور الريادي للدوله المصريه، وهي دائما وابدا راعيه لكافه الازمات وكافه المشاكل التي تمر بها الدول العربيه. فقامت الرئيس السيسي في الامم المتحده اكثر من مره يبرز القضيه الفلسطينيه، ويبرز انه لا حل للازمه في الشرق الاوسط وفي المنطقه العربيه الا من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في عام على حدود 4 يونيو 67، وهذا يؤكد مرارا وتكرارا في كافة المحافل الدولية. ولم تمر محفل دولي حضره فخامة الرئيس السيسي إلا وذكر أن القضية الفلسطينية بالنسبة للقيادة السياسية المصرية وللشعب المصري هي قضية أمن قومي عربي، ولا يمكن أن تتخلى القيادة السياسية المصرية عن حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. القيادة السياسية المصرية يعني بذلت الغالي والنفيس وقدمت الكثير والكثير لإنجاح المفاوضات، وكما نشاهد أنه منذ فترة طويلة لم يجلس الفرقاء الفلسطينيين على مائدة حوار واحدة إلا في القاهرة. القاهرة مهمومة بكافة القضايا العربية. الرئيس السيسي يسعى وبقوة إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني ومحاولة أن تكون هناك قيادة جديدة تولي اهتمام كبير بالشعب الفلسطيني وتتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لأنه إذا أردت أن تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي أو مع القوى الفاعلة على الأرض في المشهد الفلسطيني فلن يتم التفاوض إلا من خلال قيادة موحدة تمثل الشعب الفلسطيني بكافة طوائفه وبكافة أراضيه، وهذا لن يحدث إلا من خلال مصالحة وطنية. قامت القاهرة بجهود جبارة لإنجاح هذه المفاوضات، وبالتالي القيادة السياسية المصرية يعني دائما وأبدا قدمت الكثير والكثير لإنجاح هذه المفاوضات. وفي ظني وفي تقديري أن الكرة الآن في ملعب الفصائل الفلسطينية بعدما قامت القاهرة بهذا المجهود الجبار، عليهم أن يتقبلوا يعني الوضع الجديد وينهي حالة الانقسام، لأن الشعب الفلسطيني لن يرحم قياداته، لأن هذه الفرصة هي فرصة ذهبية. القيادة السياسية المصرية أحدثت زخما كبيرا للقضية الفلسطينية، وأصبحت القضية الفلسطينية بعدما كانت قد ماتت إكلينيكيا تتصدر المشهد من جديد، وهذا يؤكد وبقوة على نجاح القيادة السياسية المصرية في إعادة القضية الفلسطينية، القضية المركزية، القضية الأم للمنطقة العربية إلى سدة المشهد من جديد. طيب الدكتور، يعني فيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية تحديدا، وهي مصر يعني على علاقة وطيدة وطيبة مع جميع الفصائل الفلسطينية، ولكن خلينا نقول انه ان ياتي الحوار الوطني الفلسطيني من القاهرة برعاية مصرية خالصة وبحضور فلسطيني ايضا خالص رغم كل هذا الانقسام اللي حضرتك تحدثت عنه سابقا. يعني هي شهادة تقدير للقيادة السياسية المصرية، لأن ما قامت به القيادة السياسية، المشهد أمام الشاشات يختلف كثيرا أستاذ أسماء عما يدور في الكواليس. الكواليس تحتاج إلى الكثير والكثير من المجهودات الكبيرة. القيادة السياسية المصرية والمخابرات العامة المصرية يعني لم يألوا جهدا في محاولة يعني توحيد الصف الفلسطيني والعمل على إنهاء هذه الحالة من الانقسام الشديد التي ضربت الشارع الفلسطيني. أكثر من 15 عام لم تجرأ انتخابات، وهناك من يتمسك بالكرسي، ولكن الآن عليهم جميعا أن يتركوا النظرة الضيقة والضئيلة التي ينظرون إليها إلى الأمور الفلسطينية، والقرى الآن في ملعبهم لكي يتوافقوا ويكون هناك نوع من أنواع الانسجام والتوافق لإحداث يعني ثغرة أو لإحداث انفراغة سياسية
كبيره في القضيه الفلسطينيه، الرؤيه المصريه والسعي الدؤوب لانجاح هذه المفاوضات لم تتوقف على مدار اعوام اعوام، ولكن القياده السياسيه المصريه بقياده فخامه الرئيس السيسي قدمت الكثير والكثير لانجاح هذه المفاوضات. وفي ظني وفي تقديري ان مجرد يعني اجتماع 15 فصيل سياسي لم تتاخر عن التواجد في القاهره لانجاح هذه المفاوضات.